ثلاثة مفعل يعني ثلاثة الحكيم مصطفى القاسم مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي. المدرسة افتتحت سنة 1981 من أقدم مدارس في غدامس، وتضم المدرسة الفترة الصباحية بعدد الطلاب حوالي 2306 طالب، وفترة مسائية 226 تلميذ. المدرسة تفتخر لأبسط حقوق الطلبة، إمكانيات بسيطة، البنية التحتية المدرسة متهالكة، العمر الافتراضي للبنية التحتية 25 سنة، مواد النشاط المدرسة ما فيهاش أي ملعب صالح لممارسة النشاط الرياضي. البنية التحتية المدرسة تنمو فيها بين قوسين القصيبة، نبتة القصيبة، ومسبب انتشار الأبار السوداء في المدرسة، مما سبب في نمو القصيبة على حياة المدرسة، وصول القصيبة إلى الحمامات.